بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي Computer Networks Fundamentals، أسس شبكات الحاسوب. موضوعنا لهذا اليوم هو Transmission Media اللي هو الوسط الناقل. Transmission Media. The Transmission Media، تعريف The Transmission Media are actually located below the physical layer. هو دائما يجي بعد ال physical layer، يعني هو يجي يربط ال physical layer من السندر ويربط ال physical layer مع الريسيفر. إذن هو في بعض المصادر يسموه زيرو لاير او لاير زيرو. ليش؟ لان هو بعد اللاير 1 هي الفيزيكال لاير، فالبعدها اللي هو ترانسميشن ميديا فيسموه لاير زيرو. فاذا هو او نجي نقدر نعرفه بصوره بسيطه اللي هو anything، اي شيء ذات كاري انفورميشن فروم سورس الى ديستنيشن. اذا ممكن هذا التعريف له، هذا التعريف اللي هو anything ذات كاري information from source الى to a destination او من السندر الى الريسيفر لنقل المعلومات. اذا هو اي شيء او اي وسط لنقل المعلومات من السندر الى الريسيفر او من السورس الى الديستنيشن. نجي الوسط الناقل الميديا ترانسميشن ميديا يقسم الى نوعين. بس قبل ما نجي اكو عندي انا عندي الترانسميشن ميديا اما يكون فري سبيس او يكون اما يكون فري سبيس او يكون موصلات. الموصلات اما تكون ميتاليك كيبل اللي هي موصلات كهربائيه او الفايبر اوبتيك كيبل الموصل الضوئي او الكيبل الضوئي. اذا اصنف او ثلاث انواع من الميديا، ثلاث انواع من الميديا. الميديا الاول اللي هو الفري سبيس، الميديا الثاني الالكتريكال، خلينا نقول او الالكتريك كيبل الموصلات الكهربائيه، والنوع الثالث اللي هو الفايبر اوبتيك كيبل. زين، بس اني لو اريد اصنف هاي الترانسميشن ميديا اصنفه وفق مبدأين، مبدا انه هو الجايدد والانجايدد، الجايدد ميديا والانجايدد ميديا. الجايدد ميديا يتالف من الموصلات او يعني او وسط ملموس اللي هو اما يكون توست بير كيبل الموصل الكهربائي، وايضا الكوكس كيبل هو الموصل الكهربائي، او الفايبر اوبتيك كيبل الموصل الضوئي. اما الانجايدد ميديا هو الوايرلس الفري سبيس، يعني ارسل اشاره الكترومغناطيك سيجنال اشاره وايرلس بالفري سبيس ارسلها بالفضاء. اذا هسه عندي صار نوعين من الترانسميشن ميديا، اما جايدد ميديا اما ان جايدد ميديا. بالجايدد ميديا عندي ايضا نوعين، الالكتريكال كيبلز اللي هي موصلات الكهربائيه اما تكون تويستد بير كيبل او كوكس كيبل. النوع الثالث اللي هو الفايبر اوبت او النوع الثاني اللي يصنف اللي هو فايبر اوبتيك كيبل اللي يستخدم الاشاره الضوئيه. النوع الثاني بالترانسميشن ميديا اللي هو الانجايدد ميديا اللي هو باستخدام الفري سبيس، باستخدام الفري سبيس انه يعني اشاره وايرلس ارسل اشاره خلال وايرلس او خلال الفضاء. زين، خلينا نجي على الجايدد ميديا. الجايدد ميديا احنا قبل شوي ايش قلنا؟ اما يكون يعني الجايدد ميديا موصلات كهربائيه او الفايبر اوبتيك كيبل. خلينا نجي على الموصلات الكهربائية، الموصلات الكهربائية، الموصلات الكهربائية عندي نوعين اللي هي قلنا توست بير كيبل او نسميه الاثرنت كيبل. خلينا نجي على الاثرنت كيبل بعدين نروح على النوع الثاني. النوع الاول اللي هو التوست بير كيبل. التوست بير كيبل هي كيبلات ملفوفة مع بعضها مبرومة. شو خلينا نشوف هذا الشكل قدامنا، نشوف كل وايرين مبروم مع الاخر، كل وايرين مبروم مع الواير الاخر، وطبعا لها الوان وطريقة ربط. بس هاي الوايرين المبرومه مع بعض، ليش مبرومه الوايرات مع بعضها؟ لان احنا قلنا كل واير، اي واير او موصل كهربائي، خلينا نقول نحدد واير كهربائي او واير موصل كهربائي، يعني من النحاس، اي واير موصل كهربائي قادر على ارسال واستلام الموجات الكهرومغناطيسيه، يعني الموجات المرسله موجوده بالفضاء قادر على استلامها، وهو في نفس الوقت يولد موجات ويبثها بالفضاء. ليش وقتي بس شو وقتي يبثها؟ لما يمر بي تيار، من ما يمر بتيار ما يبث، بس من يمر بتيار بالكيبل الموصلات الكهربائيه هو يكون قادر على بث موجات كهرومغناطيسيه. اما اذا هو فقط يعني موصل عادي يعني ما يمر بتيار فهو ما يبث اي موجه، وايضا في نفس الوقت ايش قلنا؟ هو قادر على استلام الموجات الكهرومغناطيسيه، الموجات اللي موجوده بالفضاء. زين، اذا هسه انا ايش عندي؟ عندي هاي الكيبل بما انه هو قادر على انه اذا مر بتيار يولد اشاره كهرومغناطيسيه او ويبثها، فبمعنى كل واير راح ياثر على الاخر. هذا ياثر على هذا وهذا ياثر على هذا. فحتى اتخلص من هاي النويز، اذا هاي راح تصير نويز تاثر لي على اداء الكيبل. حتى اتخلص من هذه النويز اسوي عمليه برم.
برم هاي الوايرات من ابرمها حتخلص من عندها، راح يكون تاثيرها قليل او تضمحل. وشلون احسبها؟ عن طريق حساب الديفرنت بتوين ذا تو ريسيفر اند، يعني انا بالريسيفنج اند وبالسندنج اند اشوف الفرق بيناتهم، واشوف الفرق بيناتهم بالسندر وبالريسيفر، واني بهذه الطريقه راح اقدر اتخلص من هاي النويز اذا كانت موجوده نويز. البرم راح ياثر عليها، بس طريقه حسابها انه بالسندر وبالريسيفر راح اشوف طبعا من ابرمها راح تقل هاي النويز، تاثير واحد على الاخر يقل. زين، قلنا النوع الثاني او خلينا نجعل ايضا التويستد بير كيبل يقسم الى نوعين، نفس التويستد بير كيبل يقسم الى نوعين، هذا التويستد بير كيبل اللي هو الاثرنت كيبل يقسم الى نوعين، النوع الاول نسميه الشيلدد كيبل والنوع الثاني انشيلدد كيبل. الانشيلدد والشيلدد، انشيلدد والشيلدد نسميه تويستد بير كيبل. زين، الانشيلدد كيبل، الانشيلدد كيبل فقط عندي وايرين مبروم مع بعضهم وما او فقط هذا العازل، هذا نشوف العازل اللي يعزلهم، هذا واير وهذا واير، وهذا العازل هو اللي يعزلهم اللي نسميه بلاستيك كفر. اما الشيلدد تويستد بير كيبل لا، راح نشوف هذا العازل، هذا العازل، واكو شبكه او ضفيره معدنيه نسميها الميتر، الميتال شيلدد، هاي الضفيره المعدنيه كنا شايفيها، وهاي الضفيره المعدنيه فائدتها، فائدتها تتخلص من النويز الخارجي. احنا قلنا مو كل كيبل قادر على استلام واشاره، عملية البروم تأثير واحد على الآخر، بس أيضا أنا راح يستلم هذا الواير أو هذا الموصل كهرباء حيستلم أي إشارة جاية من الخارج، فحتى أنا ما أستلم أي إشارة أسوي فت شيلد، هاي الشيلد ضفيرة معدنية، وأوصلها بالإيرف حتى أتخلص من عندها، أي موجة جاية من الخارج أعرضها وأنهيها وأتخلص من عندها. إذا هاي واحدة من فوائد الشيلد توستد بير كيبل، لذلك بمعنى أن الشيلد توستد بير كيبل أفضل من الأنشيلد. ليش؟ ليخلصني، لان يخلصني من النويز الخارجيه، يعني هو تحسين له، حسنوه سووا له شيلدد ميتر شيلدد اللي هي تتخلص من النويز الخارجيه اللي جايه. اذا الكواليتي مالته راح يتحسن، واذا يتحسن لما اخذ نوعيه الشيلدد تويستد بير كيبل. وطبعا كنا نعرف انه هاي في شيء مال الار جي 45، الار جي 45 هي فيشه الاثرنت كيبل، كنا نستخدمها بالستر، بالعفو بنستخدمها بالانترنت، بالواي فاي انترنت، بالراوترات والنانو والى اخره. النوع الثاني من المواصلات الكهربائيه سميناه شنو؟ الكوكسل كيبل. اللي سميناه شنو؟ الكوكسل كيبل. الكوكسل كيبل كنا نعرفه هو الوايرات اللي تستخدم بالساتلايت وبالانتنه، العفو بالساتلايت وبالكاميرات. بالساتلايت وبالكاميرات. هذا الكوكس كيبل خلينا نشوف من ايش يتكون. كنا شايفين احنا الطبقه الخارجيه هاي البلاستيك، اللي الطبقه الخارجيه تحميه من الاتربه، من الامطار، من المياه الى اخره، واكو طبقه العازل البلاستيك، ومن بعدين ايضا تجي ايضا شبكه معدنيه شيلدد او نسميها تسموها الضفيره المعدنيه. هاي ايضا الضفيره المعدنيه ايضا تتخلص من النويز، وبعدين عندي ايضا الجزء البلاستيكي هذا ايضا المغلف الى الانر كور، الانر كوندكتر. اذا نانش عندي صار عندي هذا الكيبل او هذا الواير اللي يسموه انر كوندكتر، موصل، والموصل الثاني هو شيلدد. هاي شيلدد اسميها اوتر كوندكتر، وهذا الموصل الداخلي اللي هو الكور اسميه الانر كوندكتر. اذا صار عندي نوعين او شغلتين بموصلات، موصل الشيلدد الضفيره نسميه اوتر كوندكتر، والموصل اللي هو الكور نسميه الانر كوندكتر. زين، الاوتر كوندكتر اللي هو الشيلد حتى ايضا يتخلص لي من النويز، يتخلص لي من النويز. ايضا الى فيش، هاي الفيش فقط للاطلاع يعني تعرف عليها، لان بعدين بالعمليه راح تشوفها وتستخدمها. هذا الكيبل الى نوع من انواع الفيش اللي نسميه البي ان سي، وايضا هذا البي ان سي بس تي، هذا بقى على شكل حرف تي، يعني بي تفرع منه ومن هنا من ثلاث تفرعات. وهذا مال جراوند، النوع الثالث اللي هو يستخدم يربط بالجراوند، يستخدم لتعريض يعرض الشيلد حتى يتخلص من النويز. زين، نجي على النوع الثاني بالجايدد ميديا اللي هو كان الفايبر اوبتيكال كيبل. الفايبر اوبتيكال كيبل يستخدم اللايت لارسال الاشاره، يستخدم اشاره ضوئيه، يستخدم الاشاره يعني يحول السيجنال مالتك او المسج الى اشاره ضوئيه وثم يرسلها. الفايبر اوبتيكال كيبل يتكون من الزجاج، من الياف زجاجيه او بلاستيكيه، بس طبعا هو يفضل الزجاج.
بس بما أن الزجاج قابل للكسر يعني بسرعة ينكسر، فبدأوا يعاملوه ويا مع بعض أجزاء من البلاستيك، وبدأوا يستخدمون نوع من أنواع البلاستيك المقصب الزجاج أو المقاوم الزجاج فلكفاءة إضاءة الزجاج لانعكاس الضوء أو مرور الضوء من خلاله. فبدأوا يستخدمون ويا البلاستيك حتى يحافظون عليه لأنه ما يتكسر بسهولة، لأن حتى ما ينكسر أو ما يتعرض إلى التلف بسهولة. زين، أيضا يستخدم مثل ما قلنا يستخدم الإشارة الضوئية لإرسال المسج ماتي، بمعنى احتاج الى فد جهاز يحول لي هاي المسج ماتي الى اشاره ضوئيه. هنا اذا الاشاره المستخدمه هي اشاره ضوئيه. زين، ايضا عندي نوعين. النوع الاول، وها طبعا هنا لو نشوف هسه خلينا نتعرف على هذا الكيبل الضوئي. عندي هاي الجلادنج اللي هي الماده العازله او الماده اللي تعزل عليها، وبشوف عندي هنا او اللي تعكس، خلينا نقول عليه اكو هنا مثل ميرور تعكس هاي المرايات اللي تعكس الاشاره. فمن عندي هنا من السندر جبت الاشاره تبدي تنعكس حتى احافظ عليها ما تطلع من الماده الزجاجيه او الفايبر اوبتيك كيبل، احافظ عليها وارجعها حتى تصل كل الاشاره الضوئيه بنفس قوتها بنفس الباور مالتها تصل الى جهه ثانيه او الى الديستنيشن او الريسيفر. وهذا الفايبر اوبتيك كيبل ايضا صنف الى نوعين يسموه المالتي مود والسنجل مود. خلينا نجي نشوف من هذا الرسم نشوف شنو الفرق بين السنجل مود والمالتي مود. المالتي مود الكروس سكشن مالته، تشوف الكروس سكشن مالته كبير، بمعنى الاشاره اللي تمر به الضوئيه تمر هاي الاشاره شوف وحده، وايضا تصير بانعكاسات، راح تصير بانعكاسات الاشاره تصير بها انعكاسات حتى تصل للطرف الثاني. ليش؟ لان الكروس سكشن مالته كلش عريض فتصير بانعكاسات، بمعنى ايضا راح يصير نوع من الاضمحلال، بعض الاضمحلال بسيط بالاشاره مالته. ليش؟ يعني اكون انعكاسات. النوع الثاني اللي سنجل مود، الكروس سكشن مالته لا صغير، شوفه كانه واير كلش رفيع، فما راح يصير بانعكاسات، فالاشاره تمر بطريقه مباشره، ما بها انعكاسات، حتى لو تصير انعكاسات فجزء بسيط من عندها وقليل انعكاسات، فهذا يسموه سنجل مود. اذا عندي المالتي مود والسنجل مود. خلينا نجي ناخذ الفروق بيناتهم، هسه احنا حكيناها وانا واحده من انواع الفروق، هذا سمول كور، اذا اللي هو سنجل مود سمول كور. المالتيبل مود اللي هو اللارج كور. زين، احنا بما انه قلنا بما انه هذا يصير عنده بانعكاسات المالتي مود، بمعنى اني ما راح يعني حيصير بي عندي ضياع بالسيجنال، يعني حيصير تشتت بالاشاره. ليش؟ لان يصير بانكسار. اما بالسنجل مود ما يصير تشتت بالاشاره، نسميه ليس ديسبريشن. ليس ديسبريشن يعني اقل تشتت بالاشاره او اقل اضمحلال بالاشاره. اما بالمالتي مود لا، راح يصير جريتر ديسبريشن اند ديرفور لوس اوف سيجنال، حيصير ضياع بالاشاره. النقطة الثالثة يستخدم للمسافات الطويلة. المسافات الطويلة يستخدم، هو الفايبر اوبتيك كله يستخدم للمسافات الطويلة، بس السنجل مود يستخدم مسافات كلش ابعد بعيدة وطويلة. ايضا هذا يستخدم مسافات طويلة بس اقل، المالتي مود اقل من السنجل مود. اقل من السنجل مود. ايضا واحدة من الخواص او من الفروق المهمة بالسنجل مود يستخدم المصدر الضوئي يكون هو الليزرز. بالسنجل مود استحتاج الى مصدر ضوئي ليزر. بس بالمالتي مود لا، استخدم المصدر الضوئي الليد، يعني من اللايت ايميتنج دايود، من الدايود الضوئي اللي يكون اشاره ضوئيه على شكل او مصدرها هو الدايود. اما بالسنجل مود يكون مصدرها هو الليزر. اذا هاي واحده من الفروق المهمه. اذا الفروق ما بين السنجل مود والمالتيبل مود كلش مهمه، من الفروق المهمه في خاصه في هذا الشابتر، من المواضيع المهمه. ايضا هذا اللي اشوف انواع، هاي فقط للاطلاع انواع الفيش المستخدمه بالفايبر اوبتيك كيبل. عندي هذا النوع الاول اللي يسموه اس سي كونكتر، بس طبعا بالفايبر اوبتيك كيبل لازم استخدم وايرين، واحد للسندر واحد للريسيفر، واحد للار اكس واحد للترانسميتد. هذا شوف حتى هنا كاتب لك ار اكس وتي اكس، واحد ترانسميتد واحد ريسيفين. هذا ايضا عندك النوع الاخر اللي هو اس تي، وهذا النوع اللي هو الام تي. هذا الام تي، هذا الانواع الفيش المستخدمه بالفايبر اوبتيك كيبل. خلينا نجي الى نقطه مهمه، الفوائد الادفانتج اند ديس ادفانتج اوف فايبر اوبتيك كيبل، الفوائد والمساوئ مال فايبر اوبتيك كيبل. اول فائده بالفايبر اوبتيك، ايضا هاي من المواضيع المهمه، اول فائده هو الباندوث مالته كلش عالي، يعني البتريت مالته يعني يحمل معلومات كلش واسعه، فاذا سرعته يعني نقدر نقول السرعه مالته او البت ريت مالته كلش عالي، اذا الهاير باندويث، الباندويث مالته كلش عالي. بعد النقطه اللي بعدها ليس سيجنال اتنويشن، عمليه
ضعف السيجنال اقل بي، ليش؟ لان اني فايبر اوبتيك كيبل ما يتاثر بالمجالات الكهرومغناطيسيه او بالاشارات الكهرومغناطيسيه، فما راح يصير بي ما يتاثر بنويز، وبنفس الوقت ما راح يصير تشتت بي بالضياع بالاشاره. ليش؟ لان ماكو عندي واير ياثر على واير او يتاثر بالمجالات الكهرومغناطيسيه، فاقل تاثيرا او اقل تاثيرا بضعف الاشاره، يعني الاشاره تبقى محافظه على قوتها. زين. بعد ايضا immunity of electromagnetic interference ما يتعرض، هسه قبل شوية قلنا ما يتعرض للموجات الكهرومغناطيسية، ليش؟ لان يعني هو مصنوع من الفايبر مو موصل كهربائي، فما راح يستلم اي اشارة اذا كانت بالفضاء، اي اشارة ما راح يتأثر بها، ما راح يتأثر بها. هاي واحدة من من الفوائد المهمة. ايضا resistance of cross corrosive metal، corrosive metal التآكل، الكروت عفوا corrosive material، corrosive material التآكل، تآكل المواد. دي شنو يعني تاكل؟ يعني ما راح يتعرض للصدى، نقول احنا يتاكل مثلا النحاس يتاكل، يصير يعني يصدي يتاكل، فيبدي يقل كفاءته. بس الفايبر اوبتيك كيبل ما راح يتعرض الى هذه الشغلات، لان يعني هو مصنوع من الزجاج، والزجاج كنا نعرف انه ما راح يتاكل وما يصير عليه عمليه اكسده وما يصير عليه اي صدى. نجي على اللايت الويت مالته، الويت وزنه، الوزن الفايبر اوبتيك اخف من المواصلات الكهربائيه والمواصلات النحاسيه، اخف وزنا، اذا الوزن مالته ايضا واحده من الفوائد هو وزنه خفيف. والاميونيتي اوف تابينج، جريتر اميونيتي اوف تابينج يعني ما يتعرض للتلصص، ليش؟ لان اني الاشاره ضوئيه بتمر في كيبل ضوئي، هاي الاشاره الضوئيه ما تبث موجات كهرومغناطيسيه، لكن بالمواصلات الكهربائيه اشاره الكتريك سيجنال، وهاي احنا قلنا كل موصل كهربائي اذا يمر به تيار راح يولد موجه كهرومغناطيسيه ويبثها، يعني هو يولد موجه كهرومغناطيسيه ويبثها، بمعنى قادر انه استلم هاي الاشاره، اقدر اتلصص عليها، اقدر اسوي تابينج عليها واتلصص عليها واعرف هاي السيجنال شنو هي والمسج. بس هذه الشغله ما موجوده بالفايبر اوبتيك كيبل، اذا نقول هنا أنا اكثر امانا، جريتر اميونيتي اوف تو تابينج، يعني اكثر امانا من التلصص، يعني ما يحدث عليها اي عمليه تجسس او تلصص. نجي الديس ادفانتج، الديس ادفانتج عندي اول نقطه ديس ادفانتج بي هي انستليشن اند مينتنانس، عمليه نصبه وصيانته مكلفه او نقول تحتاج الى خبرات، يعني مو اي شخص يقدر يتعامل مع الفايبر اوبتيك كيبل، لازم شخص عنده اكسبيرينس، عنده خبره، وعنده يعني او مارس عمل بهذا النوع، من هذا النوع من العمل، لان اي واحد يقدر ما يقدر يجي يشتغل بالفايبر اوبتيك كيبل، شلون يتعامل ويا الفايبر اوبتيك كيبل، شلون عمليه ربط الفايبر اوبتيك كيبل بالفيش او ربط يعني القطوعات اللي تحصل بالفايبر اوبتيك كيبل، لازم شخص عنده خبره وعنده مهاره، مو اي شخص يجي يشتغل به. اذا هاي واحده من النقاط الديس ادفانتج بي. ايضا اليوني دايركشنال لايت بروبيجيشن، انتشار الضوء بالفايبر اوبتيك كيبل هو باتجاه واحد، نقول عليه يوني دايركشنال. يعني شنو؟ انه اني الكيبل مالتي الضوئي فقط، الواير مالتي لو اجيك كيبل ضوئي واحد فقط لو يرسل لو يستخدم، لذلك قبل شوي احنا ايش قلنا؟ لازم نجيب وايرين، واحد ار اكس وواحد تي اكس، واحد سيندنج مسج والاخر ريسيفنج مسج، واحد ترانسميتد واحد ريسيفنج، اذا هو يوني دايركشنال، ما اقدر استخدمه يرسل ويستقبل في نفس الوقت نفس الكيبل، لازم اجيب وايرين من الفايبر اوبتيك كيبل، اذا هاي واحده من المساوئ مالته. بعد النقطه الثالثه المساوئ هي الكوست، الكلفه، وكنا نعرف الفايبر اوبتيك كيبل كيبلات الكوست مالتها كلش عالي، كلفتها كلش عاليه، لذلك اني احتاج من يعني ما دائما استخدم الفايبر اوبتيك كيبل، فقط استخدمه لما احتاج الباندويث عالي او احتاج سرعه بالانترنت في هذا المكان، احتاج سرعه اجيب فايبر اوبتيك كيبل، اوكي خلي مكلف، بس في بعض المجالات اني ما احتاج سرعه عاليه او ما احتاج باندويث عالي، فاستخدم كيبلات عاديه اللي هي الاثرنت كيبل والكوكس كيبل حسب نوع المسج او نوع الحمل عندي او الترافيك اللي عندي موجود في الشبكه مالتي. طبعا هاي الادفانتج والديس ادفانتج مال الفايبر اوبتيك كيبل كلش مهمه، اضافه الى المقارنه بين السنجل مود والمالتيبل مود ايضا كلش مهمه، من النقاط المهمه في هذا الفصل. الى هنا أنا ننتهي بالجزء الاول من الفصل الخامس في ماده الشبكات، وان شاء الله نكمل وياكم المحاضره القادمه على الجزء الثاني من نفس الفصل. وشكرا جزيلا، كان معكم استاذ حسين.